السيدات والسادة الحضور الكرام، ضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكم. يعطيكم الصحة اللي لبيتوا دعوتنا لحضور فعاليات الندوة الاختتامية هذه لاختتام مشروع دق الباب. الندوة هذه بعنوان حوار ديمقراطي من أجل تطوير الخدمات البلدية بمنطقتي سكرة والمرسى، هي بتنظيم مؤسسة اليسامين بشراكة مع مبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط ميبي. بالنسبة للي ما يعرفش جاسم فاونديشن، بتاتر ابار لي بارتيسيبون للناس الجدد بتخلي معنا شنو تقديم صغير لمؤسسة اليسامين. دونك مؤسسة اليسامين هي مؤسسة في المجتمع المدني تكونت عندها تقريبا 4 سنوات. المؤسسة هذه اختصاصها الأساسي هو العلوم الاجتماعية والسياسية، هي توظف العلوم الاجتماعية والسياسية لخدمة عملية تعزيز الديمقراطية في تونس، تشتغل على مجالات عديدة وتشتغل أساساً على زوج مجالات مهمين، مجال بتاع البحث العلمي والمجال الثاني هو العمل الميداني، العمل اللي نعملوه في المجتمع المدني واللي في إطاره يندرج مشروعنا هذايا اللي هو مشروع دق الباب. بالنسبة للجانب البحثي تاعنا نشتغل على عدة مواضيع. الموضوع الأهم بالنسبة لنا احنا هو موضوع الساعة، موضوع اللي يعني يعتبر مهم جدا في مرحلة الانتقال الديمقراطي، هو موضوع الحوكمة وموضوع السياسات العامة. نتناولها بالتشخيص، بالدراسة، بالتحليل، ونقدم مقترحات في هذا الشأن للمجتمع المدني لصانعي القرار. الموضوع الآخر الذي نشتغل عليه زيادة هو موضوع الحكومة المحلية، هو موضوع مهم بالنسبة لنا احنا. زيادة نشتغل على موضوع مكافحة التطرف، ونشتغل على مواضيع زيادة كما الاستبعاد الاجتماعي وإدماج الإيجابي للشباب في الشأن العام. وبالنسبة للمشاريع نتاعنا اللي نأخذوها على الميدان، عندنا مشاريع عديدة، من أهمها المشاريع اللي تهدف التكوين وتدريب منظمات المجتمع المدني باش تصبح قادرة على أنها تقدم توصيات حقيقة مؤثرة وتفيد في ترشيد إدارة الشأن العام، في تقييم السياسات العامة، في صياغة السياسات العامة. وعندنا زاد مشاريع كما حكيت، كما مشروعنا دق الباب، مشاريع تخص الشباب، دونك تكوين وتدريب الشباب على المشاركة في الشأن العام. دونك مشروعنا دق الباب كما قلت هو بشراكة مع مبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط. الهدف الأساسي نتاعو هو دعم تنزيل اللامركزية في تونس وتركيز الحكمة المحلية. نعرفوا ان الدستور التونسي ينص على انه المواطنين والمجتمع المدني عندهم دور مش مجرد فقط يعني دور شكلي وصوري في انتخاب الممثلين نتاعهم في البرلمان، وانما عندهم دور تأسيسي مهم في بناء الديمقراطية المحلية، فهذا منصوص عليه في الدستور ومنصوص على مفهوم الديمقراطية التشاركية. هذيك علاش الهدف نتاعنا الأساسي كان تدريب الشباب على هالديمقراطية التشاركية، شنو هي بالضبط، شنو هي تعني لهم، شنو الفرص اللي توفرها لنا اليوم للتأثير في الشأن العام، كيفاش الشاب يكون مش فرحان باللي صاير حوله، مش فرحان باللي صاير في المنطقة نتاعه، كيفاش يحول هالطاقة هذه من طاقة سلبية إلى بلوتو طاقة إيجابية ينجم بها هي يغير، وهذا ممكن طبعا، وحنا نعلموا كيفاش يصبح الامر هذا ممكن. في الحقيقه هذا الكل يدور حول فكره اساسيه احنا نؤمن بها، وهي كون الديمقراطيه في الحقيقه كسواء المحليه ولا البرلمانيه ماهيش مجرد نظريه، ماهيش فكره. الديمقراطيه في الحقيقه هي ممارسات، الممارسات هذه احنا نجم نقولوا كشعب كامل في رابع سنه ديمقراطيه ولا خامس سنه ديمقراطيه، هي ممارسات الانسان يتعلمها ويكتسبها. ولذلك الديمقراطيه ماهيش فقط معناها اليات، ماهيش فقط قوانين، هي زاده واهم من ذلك بكثير ممارسات يجب ان نتدرب عليها. المؤسسات اللي نحكيوا عليها مؤسسات طبعا يعني باش يتحقق الديمقراطيه المحليه لازمنا زوج حاجات، لازمنا مؤسسات ديمقراطيه حقيقيه
على خاطر لابد من مسؤول حقيقي عنده لي مويان باش دو لا ديسيزيون كيف ما زاد هو مسؤول فعلا مسؤول يعني يمكن ان يسال زاد لازم الـ يعني مشاركه حقيقيه من طرف المواطنين والمجتمع المحلي. المشروع نتاع دق الباب سعى انه يدرب 100 شاب. بدينا احنا بمقاهي شبابيه ضمت تقريبا ما بين 300 و400 شاب. كان الهدف منها تشريك الشباب بعد ما عملنا استبيانات محليه في وجهات نظر الشباب في اللي صاير في مناطقهم، البيرسيبسيون نتاعهم هما في المفاهيم كيف ما اللامركزيه، هل انهم مطلعين عليها ولا لا، هل انهم مطلعين على الفصل 7 من الدستور اللي نص على المفهوم هذايا. ومن بعد ذلك انطلقنا من الاشكاليات اللي شفناها في الاستبيان الى اطلاق حوار مع الشباب، حوار كان يعني نشيط جدا، شاركوا فيه شباب يعني عدد مهم، وكان تخللته أنشطة فنية، وكان في جو الحقيقة جميل برشا. بعد ذلك انتقلنا الى المراحل التكوينيه، والتكوين كي قلت تكوين ماهوش كيما يونيفرسيتي ولا مدرسه، كان الحقيقه بشكل اللي حبذوا الشباب برشا اللي هو learning by doing، يعني التعلم عن طريق الممارسه. والحقيقه لقينا نتائج طيبه جدا بالمنهجيه هذه اللي احنا نتوخاوها في معظم مشاريعنا، وبهذا اعطى نتائج طيبه على مستوى النتائج في كسوسوا في الأنشطة اللي جات من بعد التكوين كما المسابقات اللي عملناهم. المسابقة خاصة كانت الهدف نتاعها هو أنه الشباب يتملك الآن بعد ما أصبح متمكن من مفاهيم الحوكمة المحلية، من مفاهيم اللامركزية، ومن الفرص اللي توفرها البروسيسوس هذايا الجديد في تونس. كان مطلوب منه أنه يبلغ الشيء هذايا لأولاد حومته، يبلغ الشيء هذايا لأصدقائه ولعائلته، ولذلك كان التركيز على كيفاش نعملوا يعني دي سوبور دو كومونيكاسيون اللي يكونوا ينجوهم الشباب هما انفسهم. فالحملات التوعويه اللي عملوها على الميدان كانت من تصميمهم دو ا زد، وهذا مكانهم من تملك الحملات هذه، فكانت المشاركه فعليا معناها ناجعه جدا على الميدان. شفنا فيها اللي فما تطورات كبيره صارت مش حتى على مستوى فهمهم للمفاهيم المهمه هذه، وانما حتى على شخصياتهم. فما ناس دخلت كانت حشامه ما تنجمش تتكلم، يتعلم كيفاش تقابل اول شخص اول مره في حياتك، كيفاش تقنعه، كيفاش تقعد تحكي معاه في مفاهيم مهمه جدا، تحكيه على اشكاليه الوضع المحلي، وكيفاش تنتقلوا الى استشراف الحلول. فهذه كان ممكن بعض المشاركين معنا اليوم ينجموا يحكيوا بعد ذلك على هذا، وكيف بنشوفوا زادا بعد في الدوكيومنتير. معناها كان الحقيقة تجاوب جيد جدا من قبل الشباب، وهذا دليل اللي الشباب كي تعطيه الفرصة وتعطيه الثقة وتعطيه أيضا الاعتراف به ممكن يوريك أشياء الحقيقة خلاقة جدا ويعطي إبداع لا متناهي. تواصلت الرحلة نتاعنا مع الشباب إلى مرحلة متقدمة بعد ذلك، بعد ما شاركوا في الحملة حبينا احنا نكابيتاليز على المشاركة هذيك، ووقع اختيار ل 25 مشارك اللي عملنا لهم فورماسيون بوسي، فورماسيون في تو سكي كوليكت دو دوني، فورماسيون في المناصرة، في المابينغ الاشكاليات المنطقه نتاعهم. الهدف هو انه الشاب اللي هو شارك الان في حمله وعنده مفاهيم يتمكن منها الى درجه معينه، طبعا لانه تعلم عمره ما ينتهي، مازالوا لازمهم يكملوا يتمكنوا من المفاهيم هذيا، كيفاش يصبحوا قاده محليين، يعني هو يصبح كيما بورت بارول نتاع الحومه نتاعو نتاع المنطقه نتاعو، يعني المعرفه اللي راكمها هذه ما يخليهاش تمشي في الهواء، يولي يبني عليها باش يفكر بشكل اعمق في الاشكاليات هذه، ويصبح هو نفسه من مقترحي الحلول، يعني يعمل تشخيص، دونك اون لي دون لي مويان باش يعمل التشخيص هذايا، يعمل كوليكت دو دوني نتاعو، اون لي دون لي مويان دو لو فير، وبعد ذلك زاد يقترح حلول اكومباني بيان سور باغ دي اكسبير. اليوم باش تشوفوا ان فيت سي ديدي الجزء الثاني من اللقاء نتاعنا اليوم باش يكون ديدي لعرض المشاريع نتاع الشباب هذايا، مقترحات، وبعد ما مشى سور لو تيغان خدم خدمه
وتفاعل تفاعل جيد، عملوا نظموا استعملوا وسائل علمية جيدة، استعملوا دي زانترفيو، عملوا زادة دي فوكس جروب. فندعوكم أنكم تتابعوا عملهم بكل انتباه وتشجعوهم برشا على خاطر الحقيقة خدموا خدمة مزيانة برشا. و بون كي وصلت انا للاعتراف هذايا الحقيقه لازم نزيد نشكر الفريق نتاع العمل الجميل اللي اطر الشباب هذايا. الحقيقه كان فريق متفاني ما تواناش على بذل كل المجهودات في سبيل الحفاظ على الموتيفاسيون نتاع لي جون هذايا. براتيكمون ولاو كيما اون فامي الحقيقه، و اون بو دير كو اون بو لور دير برافو، يعطيكم الصحه. كيف كيف زاد المؤثرين اللي كانوا مشرفين على الفرق اللي تشتغل على الميدان من الاول للاخر. الحقيقه كيف كيف وراو تفاني وراو زاد هما بيدهم ils ont donné l'exemple في الموتيفاسيون. دونك وي on peut les applaudir certainement. الحقيقة أنا جو بونس فما حاجة مهمة، يعني مش نطول عليكم برشا، لكن أنا فما فكرة حبيت نشارك فيها معكم. أنا جو بونس فما أهم أبرونتيساج خرجوا به الشباب هما بعد بالطبيعة الدوكيومنتير باش تشوفوه معناها على البروجي باش تفهموا به الديناميك اللي كانت سايرة. لكن أنا سو كو جو روتيان من هذا الكل والفكرة جو بونس اللي الشباب تعلموها أهم حاجة الديناميكية الأساسية اللي هي فهموها اللي هي ديناميكية الديمقراطية. فهموا اللي المهم برشا أنه يشاركوا مش على خاطر معناها حاجة مزيانة أنك تشارك، ولا على خاطر باش تقول أني ناشط في المجتمع المدني، ولا على خاطر فما برشا جو أنت تبقى تتعرف على برشا أصحاب. فهموا اللي في الحقيقة اليوم الإشكاليات المركبة متاعنا في الواقع، وبالطبيعة احنا نجيت عنا ثورة قبل 6 سنين إلا لأنه فعلا عنا إشكاليات عويصة معقدة. الإشكاليات المعقدة وصلت درجة أنه حد ما عنده حل لها، حل سحري. جو بونس كو سوسوا من ناحية الشباب هما أنفسهم ولا حتى المسؤولين فهموا اللي فقط اليوم الذكاء الجماعي والعمل الجماعي هو اللي ممكن يعاوننا باش نلقاو حلول خلاقة، فعل السينرجي نتاع الذكاء هذايا ونتاع العمل هذايا باش تخلينا نلقاو حلول الاشكاليات المعقده هذايا. دونك اون فيت العمل نتاعنا هو تدريبهم على العمل الجماعي هذا، وتدريبهم على بذل جزء من الذكاء نتاعهم، ما يبخلوش بالذكاء نتاعهم للمساهمه في ايجاد حلول individuellement, que ce soit du côté de l'État ou là du côté de la population, mais les personnes vont résoudre les difficultés. On ne peut les résoudre que ensemble. Les décalages de démocratie et d'échelonnier, mais juste un beau slogan, c'est vraiment l'élire et les hier, je te maquille, je ne parle pas dans les échelonniers, à l'échelon local ou même à l'échelon national. On ne parle pas de ça, même à quelle échelle. Donc, je pense que ça coûte beaucoup plus cher أنه معناها ما يصيرش التواصل هذا على أنه يصير. كي يصير ممكن نلقى حلول وما تكونش مكلفة. دي إذن العمل بالنسبة لينا العمل الجماعي التشاركي يبني ثقة الشباب في المستقبل، ويبني زادة الثقة ما بين الدولة والمجتمع بما يحافظ على التوازن ما بيناتهم ويعزز الاستقرار في البلاد والتنمية. مانيش تطول عليكم أكثر من هذايا، جو فولي جوست بارتاجي سي زيدي افيك فو. وقبل ما ننهي الكلمة متاعي نحب نشكر زادة البايور دو فون متاعنا ديما يفو با اوبليي سا. دونك شكر خاص لمبادرة الديمقراطية في الشرق الأوسط، ونتمنى أنه يعني تكون عندكم متابعة طيبة إن شاء الله اليوم في فعالية الندوة هذه. ومرحبا بكم الكل مجددا، ويعطيكم صحة.